كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. موازين عندي واحد الأغنية سميتها احتمال وارد في الألبوم اللي فات، اسمها احتمال وارد. احتمال وارد، الاحتمال دائما في نطاق الاحتمالات. موازين من المهرجانات المهمة اللي أي حد كيتمنى أنه يشارك فيها. إن شاء الله نجوزوا جميع الأشياء، وأنا دائما أي مكان في تواصل بيني وبين الناس وبين جمهور المغربي أو الجمهور في أي مكان في العالم، أنا بالنسبة لي هو الشيء الوحيد اللي كالواحد الفنان تحيا من أو تعيش من خلال تواصله مع الناس ومن خلال حب الناس. فدائما المهرجانات الكبيرة هي أولا منها تعرف الفنان شنو قيمته عند الناس ومن خلال الحضور، وموازين من المهرجانات المهمة كيف قلت من شوية، وأي واحد يتمنى أنه يكون متواجد فيها بشكل مستمر، وإن شاء الله كيف قلت لك احتمال وارد.